السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي النهارده هنخش المطبخ مع بعض نعمل حاجة غالية جدا جدا بره، احنا هنعملها بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. اللي هي ايه حبايب قلبي؟ هنعمل النوتيلا حبايب قلبي. طبعا كلنا عارفين ان احنا بنحب الشوكولاتات واولادنا بتحب الشوكولاتات، فاحنا هنعملها في البيت افضل واحسن وبمكونات سهله وبسيطه ان شاء الله باذن الله في متناول ايدينا حبايب قلبي. كل حاجه موجوده في البيت ان شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. لو الفيديو عجبكم يا حبايب قلبي اعملوا له شير عشان القناه تكبر بيا وبيكم، وصلوا على رسول الله، ويلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي جايين هنعمل مع بعض حاجه غاليه جدا جدا، وفي نفس الوقت هي من حاجات المقاطعه، تمام كده؟ فاحنا وعلى ايه حبايب قلبي؟ والولاد بتحبها واحنا ككبار بنحبها، مفيش حاجه فيها شوكولاته الكبار والصغيرين بيحبوها حبايبي. معانا هنعمل ايه حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله؟ النهارده هنعمل النوتيلا حبايب قلبي بكل حركاتها بكل تفصيلتها ان شاء الله باذن الله مع بعض واحده واحده في كل حاجه هنعملها. مكوناتها ايه حبايب قلبي؟ بس قبل ما نبدا في المكونات حبايب قلبي يا ريت ما ننساش اخواتنا في غزه وفلسطين، ندعي لهم عن ظهر غايب، ربنا يفك كربهم ويصلح حالهم وحالنا وحال المسلمين اجمعين، يشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، يرحم امواتهم وامواتنا وامات المسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب، يجعل دعائنا ان شاء الله من نصيبهم باذن الله، الا ان نصر الله قريب، ربنا يطعمهم من جوع ويامنهم من خوف ان شاء الله باذن الله، ينصرهم على من يعدهم ويكفيهم شر اللي يتقوا شره ويصلح حالنا وحالهم وحال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم امين، اجعلها ايام مفترجه علينا وعلى المسلمين اجمعين، امين يا رب. حبايب قلبي معايا ايه هنا حبايبي؟ معايا بالكوب المعياري دوت كوبايه الا ربع يعتبر كاكاو، ماشي؟ هنفضيها كده، نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فضيتها كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، تمام كده ماشي. ومعايا بنفس الكوب المعياري عيرت نص كوبايه لبن بودره، تمام. معانا ايه تاني حبايب قلبي؟ معايا كوبايه الا ربع سكر وعليها ذره ملح عشان بيعزز الطعم حبايب قلبي وبيزهره، ومعايا كمان باكو نسكافيه بالبندق، تمام كده حبايبي. هنفضي كل المكونات دي على بعضها كده وهنقلبهم مع بعض كويس جدا، ماشي؟ وبعد كده نشوف بقيه المكونات ايه وهنعملها ان شاء الله، بتبقى طعمها تحفه حبايب قلبي وانضف كتير واحلى كتير من بتاعه بره، تمام كده. كل اللي في المقاطعه حبايب قلبي احنا هنعمله في البيت. انت عايزه تستبدلي كيس النسكافيه البندق بالاسانس بتاع البندق حبايب قلبي؟ بصراحه انا عملتها قبل كده باسانس البندق بس ما عجبتنيش، تمام كده. كده حبايب قلبي اللي مكلكع ده حبايبي السكر، طبعا معروف ان السكر لما بنطحنه وبيقعد بيكلكع كده. كل التكتلات دي يا حبايب قلبي هتفك معانا ان شاء الله مع الضرب باذن الله، ربنا يصلح حالي وحالكم. خليكم معايا قلب المكونات ونرجع مع بعض تاني نشوف بقيه مكوناتنا ايه معانا، خليكم معايا يا حبايبي. بص حبايب قلبي المفروض يبقى معايا نص كوبايه زبده، تمام؟ فانا عشان ما طلعتهاش وطبعا جامده دفيت الميه حبايب قلبي، نحتاج نص كوبايه بنفس الكوب المعياري ميه حبايب قلبي، وهندوب فيها السمنه كده اللي بيها تفك معانا، تمام كده. كده زي ما انتم شايفين حبايب قلبي كده تفك. بس انا ممكن كمان مش شرط ان احنا نحط ادوبها حبايبي، لان كده كده احنا ان شاء الله هنعملها مع بعض، كل المكونات هتتضرب مع بعض بالهاند بلندر. عندك الخلاط حبايبي ماشي، ما عندكيش خلاط وعندك هاند بلندر تمام، عندك كبه تمام، اي اللي موجود عندك حبايب قلبي ما توقفيش على حاجه، خليكم معايا بس اشغل الهاند بلندر وارجع معاكم. بص حبايب قلبي بقى كده هنبدا معاها مع المكونات كلها اللي احنا حاطينها لحد ما ندوبها مع بعض كده. التقل بتاعها انت بقى اللي تتحكمي فيه، تمام؟ هنبدا معايا حبايب قلبي كده. انت عايزه تستخدمي بدل الزبده، الزبده بتديها طعم جميل جدا جدا. عايزه تستخدمي بدل الزبده زيت بس يكون من النوعيه النظيفه، مش قصدي من الزيوت المهدرجه اللي بتبقى ريحتها مش حلوه، تمام؟ اعملي حبايب قلبي اللي يريحك اعمليه، انا بديكي فكره وانت براحتك اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. خليكم معايا هشغل الهاند بلندر عشان الصوت وارجع معاكم تاني. بص حبايب قلبي بقى النوتيلا معانا بقت عامله ازاي، شايفين؟ شايفين شكلها حبايب قلبي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، مش قادره اقول لكم على طعمها ولا ريحتها حبايب قلبي. شايفين سر الزبده بقى اللي خلتنا ايه هي اللمعه بتاعت الزبده حبايب قلبي مع
اللبن البودر طبعا قيمه غذائيه برضو عاليه. تمام كده حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. علبه بقى عندك برطمان، انا ما لقيتش برطمان حبايب قلبي، فهحطها في علبه ان شاء الله من العلب بتاعتنا، وهوريها لكم بعد ما افضيها ان شاء الله. بس هي القوام بتاعها انت اللي بتتحكمي فيه. انا حبايب قلبي للامانه نص الكوبايه الميه انا حطيت بتاع معلقه ميه تاني عشان اوصل القوام اللي انتم شايفينه دوت. تمام انت يعني النص كوبايه ميه بتخليها تقيله جدا جدا، انا حطيت نص كوبايه معلقه ميه تاني دافيه علشان خاطر تديني القوام اللي انتوا شايفينه ده حبايب قلبي. كل ما بتقعد كل ما بتتقل. تمام كده ان شاء الله افضيها حبايبي وارجع معاكم تاني، يا رب اكون قادره اوصل معلومه وتكونوا تستفادوا مني. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. خليكم معايا. بص حبايب قلبي النتيجه النهائيه بقى زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. دي حبايب قلبي عشان نروح نجيب برطمان بقت بميتينات واسعار كده خياليه حبايب قلبي، في نفس الوقت هي من الحاجات المقطعه بس ولادنا بتحبها، فاحنا كل اللي احنا حبايب قلبي يغلى احنا مش هنشتريه بدون بقى من غير بقى ما نقول ده في المقاطعه او ده مش في المقاطعه، كل اللي هيغلى حبايب قلبي احنا نعمله في البيت افضل. شايفين حبايب قلبي الكميه اللي اتعملت من اللي احنا من المكونات اللي احنا عملناها، بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي تقعد عندك فتره كبيره لان هي تقيله مش خفيفه. بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا مع التوست الصبح في السندوتشات للولاد، حاجه جميله جدا جدا. في نفس الوقت ولادنا داخلين على امتحانات وكلنا عارفين ان الشوكولاته من الحاجات اللي بتخلي الاولاد تنتبه شويه. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب ان شاء الله حبايب قلبي. جربتوا تجربوا طريقتي دي وتعجبكم والفيديو ينول اعجابكم، لو الفيديو عجبكم حبايب قلبي حطوا له اللايك، فعلوا زر الجرس، اللي ما اشتركش في القناه يشترك. صلى على رسول الله اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.